بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم في جزئية جديدة كتكملة في فيزياء واحد. نبدأ على بركة الله. هنبدأ الآن في موضوع جديد اللي هو التوتر السطحي للمية. جزيئات المية على السطح بجانب الهواء اللي هي جزيئات الماء اللي في الأعلى اللي بعدها يكون سطح، بعد سطح المية يقعد فيه الهواء. تكون هذه الجزيئات مشدودة بسبب عدم وجود قوة تجاذب من أعلى توازن القوة اللي تكون في الأسفل منها، فتكون محصلة القوة النهائية إلى أسفل فيحتل السطح أقل مساحة ممكنة. هذه الظاهرة سموها ظاهرة التوتر السطحي في المية. نفهمها أكثر. نحن عندنا جزيئات المية، في جزيء يقعد محاط في النص بجميع الاتجاهات بجزيئات أخرى تلغي بعضها بعضا، في المحصلة تساوي صفر. بينما جزيء الماء اللي قاعد يتكلم عليه اللي يقول لي جزيء الماء اللي على السطح اللي بعدها حيقعد فيه هواء، ما فيش جزيء مية يرتبط به بروابط، لذلك شن يصير؟ تلغى القوى الجانبية الأفقية، بينما القوى الرأسية عند قوى أو جزيء في الأسفل لا يوجد جزيء في الأعلى، خلاص يقعد بدل المية يقعد فيه هواء. فإذا هناك محصلة نحو الجزيء اللي في الأسفل تسحب القوة المؤثرة، تكون لأسفل، لذلك يحدث كما نعرف كيف الشد. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى شد السطح، وهي الظاهرة التي تسمى بالتوتر السطحي في الماء. الظاهرة هذه تمكنك من تعويم إبرة خياطة أو مشبك الورق على سطح المية في كوب. كان وضعتها بعناية على سطح المية تقدر تعوم إبرة الخياطة ولا مشبك الورق ولا مثلا ورقة رقيقة هيك شريحة صغيرة تقدر تخليها تلامسك سطح المية تلقاها تعوم. الشيء هذا لأن سطح التوتر السطحي هو اللي خلاه يستطيع أن يطفو، أو بالأصح يستطيع أن يعوم. الكلمة الصحيحة هي أنه يستطيع أن يعوم. التوتر السطحي أيضا يسمح للحشرات بالوقوف على سطح الماء مثل ما للعناكب. تعالوا نشوفوا الكلام اللي كنت نقول فيه. موجود عندنا في الرسم في الشكل الكرات الصغيرة اللي لوطة، عندنا فيها زرقينيات وواحد اثنين حمر. الحمر هم اللي بنلوي عليهم، هم الكلام اللي كنت نشرح فيه نعودوه على الشكل هنا. اللي لوطة اللي في محاطة من جميع الجهات، لاحظ أن محاصرة القوة فيها تساوي صفر، لذلك فهي مستقرة. بينما في الأعلى الكرة الحمراء اللي في الأعلى الملامسة للسطح في جزيئات تكر فيها أفقيا، وفيه جزيء رأسيا لأسفل. أما في الأعلى خلاص تقعد مادة جديدة، ما فيش أي ترابط، لذلك فالمحصلة تكون لأسفل. تعالوا نتعرفوا على التوتر السطحي على شنو يعتمد. قال التوتر السطحي سيعتمد على حاجتين، وهذا الشيء يعني أعتقد يكون قريب من مفهومنا. أول حاجة حيعتمد على نوع السائل، حيث يتفاوت أثر ظاهر التوتر السطحي من سائل لآخر. مثلا عندنا التوتر السطحي في الزئبق يكون هو اللي أكبر من التوتر السطحي في المية، ويبان علينا كيف. قطرات الزئبق تقعد أكثر تكور في شكلها من المية، لكن تعال نقارنوا المية بالكحول، تلقى قطرات الكحول أقل تكور من المية. ثاني حاجة نشوفوا شن درجة الحرارة شن علاقتها بالتوتر السطحي. قال لي لا، فيه اعتماد توتر السطحي على الحرارة، بحيث أن العلاقة عكسية. لاحظوا أن كل ما كان درجة الحرارة عالية كل ما قل التوتر السطحي، والعكس صحيح. فنقول العلاقة بين ظاهر التوتر السطحي ودرجة الحرارة هي علاقة عكسية، كلما ارتفعت درجة الحرارة قل التوتر السطحي للسائل. تعالوا نشوفوا الخاصية الشعرية. تعرف ظاهرة ارتفاع السوائل اللي تبلل السطح في الأنابيب الشعرية باسم الخاصية الشعرية، ويعتمد الارتفاع اتش داخل الأنبوبة الشعرية على طبيعة السائل. طبعا اهو الارتفاع اتش تحط فيه في الشكل قدامك، وعندي هنا الشكل الأنبوبة راهو نصف قطرها R والقطر الكامل 2R. قال لي الارتفاع هنا يعتمد على نقطتين،
أول حاجة يعتمد على طبيعة السائل، نوع السائل شنو هو، طبيعة السائل شنو هي، كم حيرتفع باعتماده على نوع السائل اللي قاعد داخل الأنبوبة. ثاني شيء قطر الأنبوبة الشعرية، كل ما كانت ضيقة كل ما كان اللي هو رقيقة، كل ما قل قطر الأنبوبة الشعرية كل ما زاد ارتفاع السائل داخل الأنبوبة. لإيجاد العلاقة تو نبو نشوفو شن العلاقة بين نصف قطر الأنبوبة R والارتفاع H. حنفترض أن السائل مرتفع في أنبوبة شعرية كما في الشكل اللي نحكو فيه قدامنا، ونبو حجم السائل. كيف تحسب حجم السائل داخل أنبوبة شعرية؟ حجم السائل اللي مرتفع هنا في الأنبوبة الشعرية حناخده حسب القانون إنه ياخد شكل اسطوانة. باي حجم الاسطوانة شن هو؟ اللي هو مساحة القاعدة في الارتفاع، باي R تربيع في H اللي هو يعطيك حجم السائل. تمام. باهي الوزن، وزن عمود السائل المرتفع هذا، هذا الحجم احنا فهمناه. باهي الوزن كيف تحسبه؟ ديما كنا نقوله أم جي الكتلة في التسارع. تمام. لكن الكتلة هنا حنربطها بالكثافة، احنا نتكلم عليه سوائل وكذا. تمام. الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم، راه واخدينها نحنا أن الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. تمام. إذا الكتلة شن تساوي؟ تساوي الحجم في الكثافة. عوضنا في الكتلة من الحجم في الكثافة مضروبة في التسارع اللي اوريدي موجودة، تساوي الآن خلوها كرموز معروفة، الحجم أهو حتى موجود عندي فوق، باي R تربيع H، الكثافة رمزها رو، التسارع اللي هو جاذبية الأرض هنا جي. ثبات السائل الآن جو نقطة مهمة، ثبات السائل في الأنبوبة هذا شن يعني؟ يعني أن وزنه أصبح مساوي للقوة اللي تؤدي لارتفاع الأعلى، وهي قوة من تخليه يرتفع الأعلى، قوة التوتر السطحي. حنسويها نقوله F تساوي جاما L، إذن جاما تساوي الإف على الإل، القوة على الطول. لكن هنا الطول شن الإل شن هو هنا؟ الإل هو المساحة المحيط ويساوي 2 باي آر. باي تعالوا نشوف القوة شن نقدر نعوض بها. قالي القوة 2 باي آر جاما، وهي اللي حتساوي وزن عمود السائل. اذا نعوضه نقول 2 باي ار جاما تساوي باي ار تربيع اتش رو جي. ومنها فان اتش تساوي 2 جاما على رو جي اتش. هكي نقدر نحسب الارتفاع. نجولي خواص الموائع المتحركة، نقطة مهمة نشوفه كيف نعرفها. أول شيء قال لي المائع هو كل مادة قابلة للانسياب وما عندها شكل معين، تشمل من؟ كيف من؟ كيف السوائل وكيف الغازات، تشمل السوائل والغازات. إذا المائع كل مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا معينا وتشمل السوائل والغازات. بكثافة المادة توكل ندوفها كتلة وحدة الحجوم من المادة، وهي صفة مميزة للمادة، المادة من صفاتها المميزة كثافتها. الكثافة النسبية أو الوزن النوعي لمادة نسبة، يعني تقسم حاجة على حاجة، نقسم شنو على شنو؟ كثافة المادة المطلوبة لكثافة المية، لكن في وجود شرط فيزيائي اللي هو عند نفس درجة الحرارة، أو هي النسبة بين كتلة حجم معين من المادة لكتلة نفس الحجم من المية لكن عندها نفس درجة الحرارة. تعالوا نشوفوا موضوع الضغط في السوائل. الضغط في السوائل، السائل يؤثر على الجدران اللي انت واضحها فيها، فقال لي السائل يؤثر بقوة على الجدران الجانبية وأيضا على قاعدة الوعاء اللي يحتويه. تكون القوة عمودية على جميع الأسطح اللي تؤثر عليه، ويعرف الضغط
على أنه نقدر نعرفه أن قوة مؤثرة لوحدة المساحة، أي أن P تساوي F على A. F على A. وحدة الضغط نقول لها نيوتن على المتر المربع، تقدر تحسبها حتى تستنتجها حتى من قانون قوة بنيوتن والمساحة بالمتر المربع. ويطلق على هذه الوحدة أيضا مرات يقولوا لها باسكال. نجي نحسب الضغط اللي يسلط السائل نتيجة وزنه عند أي نقطة داخل السائل مع كثافة السائل ومع عمق السائل. فإذا أخذنا نقطة توا في عمق H في سائل كثافة رو جرام على السنتيمتر المكعب كما في الشكل، نجي نشوف القوة اللي يؤثر بها السائل على المساحة لمقدارها A. مساحة مقدارها A، النقطة موجودة على ارتفاع H، والارتفاع متاع النقطة من سطح كان H، والكثافة كانت رو. نقول F تساوي الوزن اللي هو M J. اتفقنا أن الأم نقدر نعوض بها بكثافة في حجم. باهي الحجم هنا شنو؟ عبارة عن مساحة في ارتفاع AH. نردو للقوة، نقول F تساوي رو J A H. باهي نبي الضغط B تساوي F على A. الF نحن توا حاسبينها، استنتجناها رو J A H على الـ A هي هي، نحذف الـ A مع الـ A، فإذا الضغط في السائل هنا يساوي رو J H. تعالوا نشوفوا المانومترات. المانومترات شنهن؟ هن عبارة عن أنبوبة لها شعبتين على شكل حرف U، على شكل حرف U. تحتوي على كمية من سائل مناسب، لكن نوع السائل تجد أنت عارفة وعارف كثافته، فإذا عبارة عن أنبوبة ذات شعبتين. على الشعبتين والأنبوبة قصدي هذه شكلها شنو؟ كيف حرف اليو تماما، فيها كمية من السائل كثافته تجد عندك معلومة أو سائل معلوم الكثافة. إحدى شعبتي شو يديروا لها؟ تتصل بمستودع الغاز المراد قياس ضغطه، يعني نحن من مهمتنا معرفة قياس الضغط لغاز فنخليه في إحدى الشعبتين، ونتيجة لذلك يرتفع سطح السائل في المانومتر في إحدى الشعبتين. بأي كان ارتفاع في إحدى الشعبتين شن يصير في الأخرى؟ ينخفض في الأخرى. إذن هيرتفع في إحدى الشعبتين والسائل طبعا، وينخفض وين؟ في الأخرى. لو خذينا نقطتين A و B في مستوى أفقي واحد في نفس السائل، يعني ناخذ نقطتين في مستوى أفقي واحد موجودات في نفس السائل، ولو خذيتهم في نفس السائل ونفس المستوى معناها الضغط فيها حيكون متساوي بين النقطتين، الضغط حيكون متساوي، يعني الضغط عندك في A حيساوي الضغط في B. باهي نبي نحسب الضغط متاع الغاز هنا. قال لي البي تساوي بي A زائد رو جي اتش. البي هنا هو اللي تحسب منه ضغط الغاز المحبوس في المستودع، حيساوي لي الضغط الجوي اللي مؤثر عليه زائد كثافة رو اللي هي كثافة السائل في جاذبية الأرض في الارتفاع. مش نحن نقول ونحن داخل الشعبتين، حيرتفع السائل في شعبة وينخفض في شعبة أخرى اللي هي من H. إذن نقدر نحسب الضغط باستخدام اللي هو المانومتر واللي شكله حرف U، ونضع فيه سائل معلوم الكثافة إحدى شعبتيه متصلة بمستودع الغاز اللي نبغى نقيسه ضغطه. B تساوي الضغط اللي هو تساوي BA زائد رو جي H، حيث الـ B هو ضغط الغاز، B A ضغط الجوي، رو كثافة في الجاذبية في الارتفاع. هذا وبالله التوفيق.